حتى يسلكوا العلاج في الشارع وطب ما الشوارع كان وياكلوا شيبسي ولا عدم تاكلوا شيبسي تاكلوا شيبسي مين اللي عايز ياكل شيبسي؟ اللي عايز يعمل شيبسي اللي عايز توصل شكل الساعة النهاردة والساعة كام؟ اللي عندك امتحان النهاردة عملت ايه؟ عملت قلت البصل الجاي شو يسوي؟ ياخذ المسافة من الدم ما في مشكلة
دي مشكلة. وحطها في صفحة الزبالة مثل كل بلاد، ولكن السؤال ما شاء الله كل بلاد عندهم بيضة بيضة يعني كل أمراض كل بلاد رقمها في الجنين. طب ولو دخلت في المينيموز ما فيش تسر منها، بس هي تسر المينيموز أنت ما تحسبيها معايا حاجة يعني. الرجالة نبدأ من سن 30، في نسوان عمل بتعقر ما جالهاش من الجزر على سن 50، يكون الراجل طالع من الكيلو بقاله 20 سنة يعني قرب بيخلص الصحة العمرية وهي لسه بتقرا في الزهد والبقرة رايح يعني ما يعني حتى لو بعد المينيموز بيبقوا اكول، انما الرجالة جاية من بدري 20 سنة. هل الحمد لله بدل المفضل النرفزة النرفزة والسيدنتري نرفة السيدنتري واحد فكر شيك بكام؟ ب 2 مليون جنيه ورايح يركب 55 جنيه ولا ده على فكرة أسوأ حاجة الواحد يبقى عصبي وما بيتحركش. يعني من شهر السكروز ده مليون حاجة. بالنسبة للجيناتيك كل الأمراض الولادات ليها جيناتيك كتير طبيعية. طب أنا كانت الكلمة اللي أنا مش فاهمها، إيه الكلمة اللي أنت مش فاهمها؟ سيبلينج. وأنا سيبلينج ده ابن عمي. أنا والله أنا وابن عمي غريب، أنا هو ابن عمي. جيناتيك في العصب، العصب يعني جد واحد وخطين من ولاد العمي. يعني عندهم هدر سيرون السكتور ولا تنفعش. أنه هل برد الإبيديميا؟ نعم برد الإبيديميا في الكوليسترول. طب استطيع فرق الإسرائيل مجمعين زيادة الكوليسترول لأن أصل بالنسبة كلها ما فيش شوية كوليسترول بيتحوشوا في البنت. فلو زاد في البلاط هي تصور سيجارة يعني. إيه دكتور الهاي دنسيتي واللو دنسيتي دول؟ وليه كانوا معايا؟ غالبا هنا السن بيبقى صغير لان
الجينيتك اليمنت ليه دور جامد في حكايه الابيديميا دي قبل سن ال 45. طب الضغط دي بي ام كومن ايش بالضغط على 50 سنه بقى. فلو البوست هايبر تنشن خدي بقى سن كبير شويه سموكينج 10 سجاير 10 سجاير في اليوم خطيره. اللي بيشربوا سجاير المفروض يشربوا اكتر من كده. لما بقى 10 سجاير يبقى 3 ريسك يفوت خليهم 40 50 محلوله يعني محلوله. لو شربت 10 سجاير في اليوم الريسك 3 ريسك يفوت ما تشربش 10. ده يعني تستايل 1 باي 2 2 ريسك يفوت. يجي يجي طبعا السؤال ده يجي يوم ما توقفين بنت 4 منهم ولا يسند السمشن ولا يسند الممبليكيشن الله يجيبه مش عايزين ريسك يعني خلينا ريسك كده تك تك يعني احنا كام دلوقتي يعني ومش رافع مش رافع خط الام وانت يعني مصدر مدخش زي حالاتي كده مش هيعرف يشوفه واللي عايز يشوفه يسبقه بسودة سريع تحت الميكروسكوب تحت الميكروسكوب هي حاجة اسمها اوني سيل. اللفظة دي كلمة فور او فور وما هي الفور او الفورمي سيل خلية كبيرة مدورة مليانة رغاوي فاضية فاضية كافية كوليسترول وثلاثة رغيف. وما هو مصدر الفورمي سيل؟ دي تبقى حاجة ايه؟ وإذا كان يستنفعي في الأتروسكليروس في كوليسترول قبله اللي بياكلوه كوليسترول دخل وفي خلايا تاكل تقعد تاكل كده وتلصلص. مين اللي بياكل؟ الماكروفاج والسموس ماسل ويعملوا حاجه اسمها فورمي سيل. والله لغايه كده احنا مصدقين. انا يعني يكون ناس ويكسو بعض يقول على جيمس ريكس كلام وسخ كلامه بقى سيره الناس واعرابهم. انا عايز اعرف كويس نمره واحد واثنين نمره ثلاثه اكتب جنبها غلط بس ما تكتبوش في الامتحانات. في ناس في النمسا قال لك لا لا استنى الاندوسكلوز بدا في السن الكبير وانا فاكر ده بيبتدي يا عم من ساعه الواحد ما يتولد. اه الكلام ده غلط جدا جدا. الاندوسكلوز طول عمرنا ومش طول عمرنا دي حقيقه انه بيبدا بعد سن 30 مع حكايه ال اتش دي غلط غلط خالص غلط خالص اللي هي نمره كام؟ نمره 2 اقول لك يعني هو بيتولد واول سنه بيبقى موجود. طب خلينا مع القمار لحد باب الزغير اول سنه موجود يقول لك ده يزيد يزيد لغايه سنه 20 سنه. طب هو يا اما ما يزيدش يبقى بلاتوه او يا اما يخاف. انت بت يعني سبح سبح يعني مش ده اللي احنا نعرفه اصلا يعني. انا وهمي مع الفكره ان البدايه تبقى يجيله اوركات ستريس بس كلمه نمره 2 دي يعني كلمه نمره 3 مش موافق ولا واحده منهم. يعني نمره 1 يقول لك تبتدي زي السيتكس من عامل اورتك بالو ويطلع بقى كده طالع السنك لا يا عم دور عمرنا ما تدخلش من تحت لفوق. يعني دي غلط دي غلط. نمره ثلاثه ماليش دعوه بالسكس يعني ممكن نمره اربعه ماليش دعوه بالفيرمنتال فاكتور. يعني ده ما بيصحش يا عم الحق. المفروض هنا نمره ثلاثه نمره ثلاثه هي اللي مفروضه صفحه كونتريفيرسي يعني الكلام اللي بنمره ثلاثه ان انا كون ان انا ببدا بيرستريكس ان انا بعرف فاهمين بقول ايه ولا لا؟ يعني اه الاثروسكلوزس يبتدي
دول يبتدي يجيب ستريكس ويروح يقفل بقى نمرة اثنين نمرة اثنين صح الصح صح الصح. وهذا هو الحكم الحقيقي كما يقول عمرو دياب، هو ده الحكم الحقيقي يعني. هو ده الاندوسكيوزس كلينيكالي، عبارة عن معجون متحول في تلاجم يعني حاجة طرية. يعني ايه طرية؟ اثيروميتاس ماتيريال، اثيروميتاس عجين او معجون سنان، معجون حلاقة، اثيروميتاس وسكليروتيك او كاليبروتيك في تلاجم يعني. اوكي. هو ده اليونتس الحقيقيين، الوحدة الكلينيكية اللي بيتبني بيها الاثيروميتاس. اوكي. كان الفريق عنده ايوه كان الفريق عنده نعم زي الهرم، عامل زي قصد الجبل، دي جزء من فوق وجزء من تحت، دي جزء من فوق هو كويس، دي جزء قابل كده، أنا زي أنت حبة العكس، مين اللي فوق ده؟ اللي فوق ده فايبرس كده، هو ده بقى التلاجة، هو ده التلاجة، ومين اللي في النص ده؟ اسمها ليبيد زون، عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوليسترول وفي زائد اتنين بياكلوه. مين اتنين بياكلوه؟ هما الكون الساعر وفي خلايا ميتة. طب امال مين ده؟ اه يا واد يا ولع خدها ونزل الدرع. بتطف الولع من فوق وتولع معاك من تحت. تعامل تعامل نقرا ايه؟ نقرا الميكروسكوب الشريعة جربوه حتى جاب الاكروسكوب. هقول ان في فيتور هبتدي بسرير بالزون نمرة اتنين. ليبيدو يعني ايه ليبيدو؟ الاكل واللي بياكلوه. مين الاكل؟ كوليسترول كتير قوي، كوليسترول كتير قوي. ومين اللي بياكلوه؟ الفومي سيل، الفورمي سات اللي جاي منهم هناك ناكلوا كارت اسموس معتر، وفي منهم بيتفتح ويفرقع ويموت ويبقى ديبس. يبقى هما ثلاث حاجات اللي بتزوم الاكل واللي بياكلوه صحيين وميتين، صحيين فورمي سات وميتين ديبس وسات. يعني ايه اللي بيحصل من فوق؟ انا بيبتدي نعمل جرانيوليشن تيشو مشروطور انت باي فايبروتس انت باي يعني ببتدي هدي الليله من فوق اعمل جرانيوليشن تيشو انت فايبروتس وعامل زي البنبوطيه كده او الطريه بتاعتنا اللي جابونا ضغط ورايح حاجه براس طبعا خارقه في النص مين؟ شويه ماكروفاج شويه سموس مثلا اللي من تحت بقى اضاءه سموث ماسل بتكبر فايبرس تيشو بيكبر مش فايبرس تيشو بيكبر ماكروفاج هما جايين يزودوا حاجه بتهدى من فوق وبتولع من تحت فاهم؟ بيقول لك هم مش عالم مصري يعني لا هو بيقول لك في مد وفاسد بين التلاجم والفاس بين الفايبر زوم والليبيد زوم. ساعات الليبيد هي اللي تكبر بنقول عليها فاتي بليد، وساعات الفايبر سيل بنقول عليها فايبر بليد. بناء على ايه؟ على سلوكيات المرآة. انا وقفت ياخد باله من السجاير من السكر من الضغط من مهما ابتدي يحصل فيه انفلاين ويزيد الفايبر سيل. ولا هو فاتح الحبل المبارك وقعد ياكل فموسى زيها ويزيد الفات يعني هو مش ايه يعني ثلاث علامات سبتين دي تزيد دي تزيد بين الفايبروتس وبين الفاتي زون يعني ايه فاتي ليه يعني ايه فايبروتس ليه. طب ولو جبنا بايدا نجد اكتر نلاقي اوبر انا شايفه اوبا اوبا كده اتا اوم اوم مش كين اوم حيث اوم ولو جبت لونها بين والله عارف شوفي لونها بين يعني موس موس وطعيمة
هتلاقي اللي جوه اصفر واللي بره بيج وايت. ولو ضغطت عليها يطلعلك معجون بقى من جوه زي ما بتيجي تحتاج زي ما بتيجي تحتاج. وانت ضغطت كده يطلعلك معجون بقى. السيناريو اللي انت معجون بتاعها يبتدي الباستي او الاثيرون التصوير تبص كده من السايد ده مهم مهم قوي قوي قوي. وطبعا اورطة ثم اورطة ثم اورطة ثم اورطة. في شيء تاني حاجة اسمها اتر سكليرون ديسكي وده اورطة اورطة مصر فيه مصر فيه انفولفد وسيمبر مارك. ابتدي من السايد ده موسى ده معناه لا ابتدي ببتدي من الكومن اريا ببتدي من الكومن اريا واطلع كده على الابدومين. طب ممكن ممكن اوصل لفوق بس يعني ايه؟ ما هي الليلة بروجريس بدايتي لدرجة الشرائط اللي انتم شفتوها كان دايما يجيب لك الاريا بايفوركيشن مش كده؟ ببتدي من هنا واطلع على فوق ممكن اوصل ده لغاية اوسع اوسع درجة الاورتي بلاك بس ما بتجيش بقى ده انت موسى ده مكان من عند الاورتي بلاك ببتدي من تحت لفوق وليس من فوق لتحت. ولذلك الامراض بتاع الاخر اسكليرومي هو من اثنين تخفيف الابدومين الفرشن ما هي اي ليه ابتدى فيها ولو اني حتى مكتب الابدومين ان يبقى اكثر حتى مليان اخر اسكليرومي يكلمك كمان الاخر اسكليرومي في الاورطة والاورطة في الباب ما بقتش حبايب عكس ما ممكن حتى تحط طوبة على طوبة تفضل العركة مبسوطة وتبقى ممكن توصل لغاية سطح زي ما شفتوها في الجرارة يعني حكاية النيول دي في الكورونا ما هتبقى تروح هتبقى ازاي؟ هي عقل انما في الاورطة خمسة ستة جنب بعض ممكن يبقوا كونفليون تغنيوا ليه كبير واخطر عند البرانشات الاورطة هي برانشات كبيرة اوي 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 وخصوصا ان الكلب ده يجي عند البرانشين الحلوين بتوع الرينا يعني ممكن الرينا تطلق من غير ما اخش جوه يعني ممكن الرينا يعني اخر سكليروزي ممكن يعمل اسكيميا في الكيني لخاطر التوقف عند فتحة الرينا من غير اصل الاماكن اللي بعد كده دي اختياري مش ارجانتي يعني انا عايز اروح في البرين بص كلمة المداخل من المداخل يعني دخلة البلاد سبلاي بتتبع الكرافت والكيبروباتيك ومش معنى انه ده بيبتدي في الكيبروباتيك والانتبه وبعدين ياخد السيركل وفيرز وبعدين ياخد السيركل ده تحت البرين زي ما كان في الاورطة من تحت ممكن يوصل لفوق وهو في البرين بدايته بيرتبه بدر كذا كذا انها ممكن يبان ماشي مع بلاصه بتاعت العالم اللي فات ما طبعا الكورونا مشكله طبعا موضوع الاخر مفيش حاجه اسمها انفارشا من غير الاخر سكولوجيز النادي بقى من البلغه ده عمرك ما تاخد الاسبرين اسبرين في الارض مش بحبه ليه؟ حلو اسبرين الارض اقعد معاه بحس انه مرضان بحب الاكل اسبرين ده مرضان واقف انا هعمل ايه بالاسبرين افرض ان انا رضيت الاسبرين الاسبرين ممكن يتشال ها؟ ان انا رينا اديله ايه طبعا اهم سيستم هذا المطري طبعا البرين مهم انما جي اي تي اهم سيستم طبعا مصريين دول ما شاء الله عليهم عنده رايح مستشفى حد الكشري بتاع الكشري لو لا عندهم مباراه تحت الاعداد حتى الوقت في المسرحيه يقول لك مثلا ما يجيبوا ورش يروحوا في القرافة كانوا دخلنا 2 كيلو قرافة يعني اه عشان يعني كتير
ينبه وامسك المهنة للجنة فعلى ما يعني واللور اللي واللور اللي بيضاق فيه فقير رجل الماشى رجل الماشى وكان جريم الزراعي هم أصلا الصايد فقيرة فقيرة قوي فقيرة قوي الصايد طب هل أنا هتمي طول عمري على فيروس مع الوقت لازم تتداول ولذلك كلمة كومبليكيشن جينيتيك يعني ماشي ماشي مش هقول بقى كل حاجة برضه إنما ده ضرورة حقيقة عن الأتوسكيلوريوم وأخطأ أفاتوسكيلوريوم وأخطأ أفاتوسكيلوريوم الفيروس ممكن يقتل الكوروناري أب تو 70% لو حطيت عليها سرومبس يبقى كده اضراب يعني ممكن البريك يكبر ويقتل 70% من اليوم انما لو حط عليها سرومبس يبقى 100% يبقى انفكشن مليون وارد يعني فالاكتر حاجه اكتر حاجه وما ينفعش الاب يعمل سرومبس على نورم الارض الدم فيه سريع وأكثر سبب للثرومبس على أرضي هو الأتروسكليروزي يقولوا بقى تربي نقص الأبصار تلس حاجات كتيرة يعني نمرة من خطير استراف الكالسيفيكيشن ويتحول الأورطة إلى أنبوب الجبس كالسيفايد تيوب يتحول لطبيعة خطيرة خصوصا في السيريفر يعني انبوبة جبس لو شوية ضغط كده هتبل ويحصل يعني انبوبة جبس دي صعبة قوي 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 ألسر فهو مكانش ما كانش لسه في ألسر يعني الاتروسكليروزيس بجلالة قلبه من وقت الاندوسيليا ممكن الاندوسيليا بتصعب ويعمل ألسر في خطوطين يزود احتمالية السرطان وممكن الليلة دي كلها ديسلاج ما عارفش ليه مسميها كوليسترول امبولاري اكيد رمتص امبولاري يبقى فيها حاجات كتير فيها كوليسترول وفيبروستين وكالسيوم ممكن تسد بعدين وكده طيب وايه تاني ممكن الفاسكولار يستمر مش محطة دلوقتي انا عندي اهو ونتخيل ان ده كله ليبنسو الجسم لا يسمع بوجود ليبنسو هتعمل ايه؟ هشيله واحط مكانه جرانوليشن تيشو يهند باي فايبروزس حته دي حلوه هعمل كابيلاري وفايبروبلاست واعمل فايبروبلاست كده كويس المرة اعمل فيه ايه؟ دخلوا ميولي فوق من الكابيلر من الجناب مخليين بقول ايه ولا اعمل فاسكولاريزيشن ادخل من الجناب ميولي فوق من الكابيلر فين ان مفيش سبورت فممكن ان ميولي فوق من الكابيلر دي انتراكشن فاهمين بقول ايه ولا لا وتعمل هيموريج فيل بليك حكايه الهيموريج دي لو انا هاكل 70% ممكن الهيموري يبتدي يتلهالي 100% من غير سرطان انا بخش من الباترون للميديا اند اوي وي كابيلاري في مهلبيه وده نقص الباتر ممكن ترشح تعمل هيموري مش فاهمين الهيموري ده طبيعي ممكن طبعا اعمل انوريزم واحد يقول لي هو ده انت مخليني اعمل واعمل فيه فايبروستيج لا لا اللي جامد فيه الارتري ماسكل بلاستيك وانا ضابط عليه انا ضابط على ماسكل بلاستيك تيشو اللي هو يمثل القوه في جدار الارتري فلو كتب الاتروسكليروزيس اللهم انه هيبطلص يعني يبقى ضعيف يعني في الاخر يعني هنا بشكل كده الكوميونيكيشن بتاع الاتروسكليروز طب ما انت قلتها لا لا افهم بس لو انا في الغلطه اعمل
لازم لما تعمل ايه؟ اقفله بقى. يعني يا اما اقلل البلاطو اعمل السشيمي السشيمي اقلل كده، اما اقفله واعمل فرشه. طب ليه ما تعملش بالاوضه الفرشه؟ اعمل فرشه ثانيه يا موسى. اول اوضه هاتي فرشه معرفش كده معرفش يعني وكل اللي اخدته مني ليمون يعني اعمل فيه طرمبه ستيك اعمل فيه غير تنظيف صغير اقفله برشا او كونكريت لا برشا اسكيم بس كده اعمل فيه لو كونكريت يبقى انا كاتب حاجه ما تبقاش طبعا وممكن نظر يعني اخطر حاجه في الاوضه كلها اخطر حاجه في الاوضه كلها الروس يستنى يوم بلا يوم بلا يوم طبعا كان في حته انا شفتها تيجي في الامتحان الباطنيين بعد ما تخش في الروس مهم جدا طبعا في حوالي 10 12 نظريه اهمهم النظريه دي بيقولوا عليها ايه؟ طرف تيري يعني انت يعني ماشي زي الطفل يعني احنا بنقول الطفل ما كنا الطرف يعني عامل طياره بتنزل الناس يعني النظريه الاولى اندوسيليان رياكشن لاندوسيليان بصوا انا هقراها معاكم واللي مش فاهم حاجه يقول يا عم ده المسلسل بتاعك بتاع عمر ربنا ده بقى الحق وهي الأقوى. هيقول لك أول حاجة عايزين نتكلم عن عمر عمر الله يجزيه. مرض لمرض اندوسيليان بيلز. واحد يقول لي يعني إيه مرض لمرض حد يعرف؟ مرض لمرض اندوسيليان بيلز. طب هنفهم الأول يعني ايه مرض وومن مرض وومن واحدة ست حشمة لابسة ليش يستوها يعني اسمها ايه مرض اسمها ايه مرض من المغربية حلوة يعني طب ودي مرض دي مرض دي تلاقيها مجاويش في الغردقة وتلاقيها مع روسيات عاملين زي الحلاليب مع البلاد تلاقي المرة عند موسى كده في نقص كما خلقتها أمها يعني عرفت النقص نقص في نقص صلبوطة أما طب ما يمكن ده في إسباب ما تكون مرة في نقص متغطية متغطية القميص نوم شفاف يعني أليل من في نقص يعني فهمت؟ ما هي لو مغطية فتتأهل مرض فاهم ولا لا؟ يعني ايه مرض؟ مرض اندوسيليوم تعبانة موجودة بس عيانة اندوسيليوم شفافة عيانة موجودة مش مغلوطة مفيش ألسر مفيش أب ولكن الاندوسيليوم فهمت يعني ايه؟ فهمت يعني ايه مرض؟ مش نفي نفي إثبات ذلك هنا مش نفي نفي إثبات مرض مغطية دي مرض مش مغطية مرض مرض متغطية وحش مرض مرض متغطية وحش معنى كلمة مرض مرض متغطية وحش في اندوسيليوم بس دي حاجة هتكتشف طبعا يعني البلاد مونوسايد مش هيعدي الفرصة دي يعني قميص مش يفتكر يعني هيك على السيرفيس ويلزم الضرب المصايب هيبقى أجرى ويبتدي ينهض انبايب الكوليسترول اللي موجود في الضرب لغاية ما يشبع لغاية ما يشبع وبعدين يعمل انجريشن ويروح للأنت ينزل تحت بقى سيب بقى نسيب التعبان دي ننزل تحت عند الانفا فاهمين اهو ده رجع نعم دي نعم بلاد مونو صاير
ومعنى كلمه اكتيفيتد يا اولاد تبقى ماكروفاج. لما المونوسايت يحصل لها اكتيفيشن تبقى ماكروفاج وتبتدي انفيتيشن. واحد يقول لي انت غلطان، انت بتقول انفيتيشن للكوليسترول، يعني ما تبقاش مره. الكوليسترول مش موجود في ايه؟ الكوليسترول متشيل عن اللو دنسيتي مايكروبروتين. بعد ما تاكل هتخش في الكيما. هي واحد مفهومه ولا لا؟ وهي بقى في الكيما على رواقه بقى تبتدي تظهر في مين؟ في الكوليسترول. قل لي كيف يهضم الكوليسترول؟ يهضم الكوليسترول بأوكسجين فري راديكال. أعمل أوكسيديشن الكوليسترول بفري أوكسجين راديكال. جوه مين؟ جوه الماكروفاج. فيتصرف بعض هذه الأكتيف ماتيريال. تتصرف وتروح بقى إيه؟ غلطة، غلطة اللي أنت ما قلتش. نعم. الإنزيم أكتيفيتد ماكروفاج. هتفرز اكتف فري راديكال. ليه؟ عشان تاكسس اللوبنسي مايكروبروتين. تتعمل توكسيك كومباوند، يخرج التوكسيك كومباوند من الماكروفاج. وتروح لغاية الاندوسينيوم تعمل فصال، معلش اندوسينيوم. تعمل فصال معلش يبقى ايه؟ اللي جاية بكرة مع اللي جاية بكرة إن شاء الله بعد الصلاة هنا الساعة 2. لا ما قد ما تبقى من الساعة طيب هنا بقى بصوا بقى انا كاتبها بنقص انا دي نقط دي نقط دي نقط اندوسيل مفيش خلاص مفيش اندوسيل. مين بقى اللي يحب يجي هنا؟ مش من المونوسايت من البليتس. البليتس ما تصدق تلاقي حتى عريانه تتكلم عليها. لقيتها هنا الليله ليله مين؟ ليله البليتس. بليتس دي يا ولادي. مره دخلت المكتبه لقيت تو فولر بيتكلموا عن البليتس، كل واحد حوالي 2000 صفحه، مليان كيماويات رهيب رهيب. معنى ان البليتس حصل لها اكتيفيشن هيطلع منها حاجات. مين الحاجات اللي هي من ضمن يعني حاجات جروس فاكتور، من ضمن الحاجات دي روح جروس فاكتور دي رايح لمين؟ للميديا، رايحه لمين؟ الواد صاحبي حبيبي كده راح ماكروفاج قاعد ياكل كوليسترول لوحده تروح تودي اسمه ناصر مهاجر. مهاجر منين؟ هي موجوده فين؟ في المهد. تهاجر عشان تروح لعند مين؟ عند الواد نور الواد مهاجر. ها؟ تعالى بقى يا ابني انت ولما تروح بقى لو راحوا خمسه يتكاسلوا ويبقوا 100 ويتكلموا على الولد 100 بيت يعني لازقين في الوقت ماكرو. انا اعمل مايجريشن او بروليفريشن. بص بقى دخلت السموث ماسل دخلت ازاي؟ دخلت من ايه؟ من الكروماتوجينيك فاكتور او جروس فاكتور ده من الاكتيفيتي بتاع البلاد مونو سايد. فاهمة؟ الدنيا بقت زحمة قوي في بقى في ايه يا ولد؟ بقى في بقى مونوسايت وفي ماكروفاج. يا انت نعم نزل لنا شويه لو دنسيتي مايكروبروتين. يروح اللو دنسيتي داخل في الانتما والهواطلين ويبقوا فوميسين. فاهمين ولا لا؟ فاهمين؟ لا ارى غير فيوز. وحياة عيونكم لو جابكم من الاول ما سهل. انا عيان بس موجود. مين اللي بيلاقوا الرعاية؟ المنصار. اكتيفيشن يعني بيس. الباي؟ لا
وننزل تحت. ننزل تحت ليه؟ فلناكل براحتنا. أما صاحبكم شوية. أما صاحبكم شوية. كان في واحد كل ما يجيب بطيخة يأكلها منه. قال لك يا عم الكوليسترول كتير مش على قد الكوليسترول، المفروض السن المراهق
بتاع الفلاتس والليكو سايد صنع نعم في حاجة أولا. طب والبايبر ستيشن أورجانيزيشن السرون بس عمل بايبر ستيشن. تحب أقول لك إيه اللي عمل الموسيقى الإنجلي وقعد بقى يحكي والسموكينج والفيروس والهايبر سنسيتيفيتي يعمل معاك بقى ما في بقى منطقي ندخلك معانا كشريك بس ما تبقاش انت البادي الولان مع عمرنا في نظرية الرسول صلى الله عليه وسلم ايه تعمل صلى الله عليه وسلم انا فاكر بس ما ينفعش نظرية الانترستيشن دي تنفع انها تبقى لوحدها تعملها هذه التيوري ببساطة وتيجي تيجي الاثروسكليروسس كل يوم من اول ريسك فاكتور للتيوري للباثولوجيكال تيشر للإفكت الكومبليكيشن موضوع حلو قوي قوي. آخر سؤال مهم بس يا ريت ايه ده يا عم
انا هقعد اعدلك احفظ الحاجات بتاعت التمرين. ولازم الحمايه دي على فكره تبقى اضرار لازم تبقى طب وانت بتفكر ايه؟ فكره لما تقلل الكلاس الضايق كلمه يطلع مني ونعمل حاجه بس هذا الايمان بلا الايمان بلا كورتكس ومنطق كورتكس ومنطق كورتكس الاندسترون والكوشن والمظله في كرونو فيبرون امراض الكارديو باسكولار كوارتيكيشن اوف ذا اورفا وكان ليا كلام عايز اقوله بس مش هقوله عشان ما اقوليش موت اوصل الاورفا بالفينا كيف اعمل شوك او فيسكي الدم بقى زياده ويبدا الفوليوم زياده بالنسبة للبرين لو حصل انكريز انتركرينيال تنشن بأي سبب ورا ضربة العصاية حصل ليهم لو كنت تروما برضه لو كنت واحد بيت الشباب تمام لو تروما عملت تمام اعمل واحد هنا اسمها روح يعمل لا انا بتاع الفكرة كلها هنا عايز ازود انكريز انتركرينيال تنشن واعمل الاكس فتلاش ان يكون في بولي فايتين بولي فايتين زيادة في الجلوكة بتاعة الجلوكة هو اللي بقى اهم حاجة السن بقى يا مهر بعد هي ما ينفعش تبقى والله ما ينفع بس هو لما يجي سؤال طيب يقصد الصفحة دي بقت الصفحة عرض الهايبر تنشن وخد الطايب الطايب بقى الاسنشن والسكن وتبدا تتاسف يعني تتفق في ده وتقول النظريه بتاعتك ايه؟ تقول النظريه بتاعتك بسرعه وضعها يعني لو قال لي كلاسيفار كلاسيفار مش فايت مع انهم فايت الالبيناين والهايبر ممكن يجي سؤال واحد انا اخترت على الالبيناين هايبر تايب أقول له إيه؟ أقول له ده زي كومن، طبعاً زي كومن لأنه اللي ماسك حاجة 94% 94% يعني عملية بقى بالحساب بقى تحسبوها يعني كانت 95 من السيشن منهم 90 وبيجي في السن الكبير بيجي في السن الكبير وبيتقسم لأنه كرونيك يعني إيه كرونيك؟ دلوقتي الريسبونسيف نورولوجي انديوريشن في رقم هنا غلط اقل من 200 على 100 هنكتبها بس هو رقم غلط يعني اقول له النبور يا عم الحاج يا بعيد مسافه لا هقول البناين هايبر هايبر بيتقسم حتى لما في الفرق بيتقسم الى ثلاثه جريد جريد 1 و 2 و 3 وبيتقسم بالدايستوريك مش بالسيستوريك 90 110 110 130 فوق 130 انما الرقم اللي كان ده طلع بس هو ده اللي هنكتبه هنكتبه في نمره 4 تكتبوها ما تاخدهاش من الامتحان نون سبيسيفيك نون سبيسيفيك سيمبل يعني بتاع الدماغ هايبرتنشن ده ما بيشتكيش من اعراض تخص الهايبرتنشن قول لي بقى ايه الاورجان اللي انفولفد؟ الهارت طبعا يقعد سنين فالليفت سايد يحصل له هايبرتروفي ونقول عليه كونسنتريك ونقول عليه كونسنتريك عشان نقول في كل يوم النهارده الكدن لا سيب الكدن دلوقتي وتعالى للسمول ارتر وارتر المهمه جدا افكت السمول ارتر وارتر ولا بد ان تعلم من السؤال هذا الاخير بتاع الشعر لغايه بتاع التوتر في الليل يعني الضرر اللي بتحصل دي مش في الكدني بس مش في الكدني يعني كل اللي اسمه الاخر واتر دي ديجنريشن ودي نتيجه الهايبر تنشن مش هي اللي بتسبب الهايبر تنشن ولكن بتسبب الهايبر ما يعرفش بقى نمتوا ولا صحيين ولا سمكتوا خرا ولا ايه؟ يعني الهايبر تنشن هو اللي بيعملها بس لما يعملها بتزود يعني الكلام اللي ما بقاش ما بقاش ها
عشان تنزل فيك بيت احسن مش قولي اسمهم اربيو اربيو بتاعك ايه ايه طبعا ولا مش بقى اولي اولي اجل مهم طيب فين اسمهم اربيو فين قولوا بطلقوا وأفضل فين أفضل اسمهم اربيو بتاعك ايه طيب اربيو ألم ورد عليه هبتدي من نمرة اثنين هيا لي وفيس يعني ايه هيا لي وفيس اقول كيف ما شكلاش من انت عاسم ان قد تطلق يا بيت تعالى بكين كيما هيا صفيا يا صفيا يا يوم الثلاثة تخش من الكروش في الان اتطلق وقت ليه تبقى يا راجل ما تبقى يعني من يوم بيتحقق وتبقى الى الكروش وصار مكان من الفروق يبتدي يخش تاني فرد وتبقى circumferential في الانترنت يعني عدد يبتدي يخش تاني يبتدي تسيح بقى ما عارفش انت موباس يعني انت موباس العبيد انت بقى وانت بقى هي مش بتضيع الاستراكشر زي ما انت كانت بتقضيه بتضيع يعني يبقى جرب الرايب كده لا طبعا خدنا الالم فسعنا حلو الم في الم في الم فوكال سيركمفرنشال فل رد بقى رد يا جماعه بلاس توفس ازود البلاس تريشر ليه؟ عايز اتفرق تتفرق؟ ما اتفرق ما انا لو سبته كده هتفرق كده طب تزود البلاستيك تيشو اللي يا رب اللي يقرب احمر عايز حد يطرح بس بيه ده البلاستيك تيشو من بره ولا من جوه الراجل اليوم يعمل دوبليكيشن من انت ما بلاستيك طب ليه ما الوسطى دي كلها تخلص بنمره واحد اللي هو ايه الطريقه اللي هو ليه كانت بنمره واحد زياده في الزرق يعني نمره واحد نمره اثنين رفع على الالم الالم اللي فات ولا اللي هو مستردين عليه الى الصوت وقلنا كلها فاتت وتبقى نمره واحد نمره واحد ونمره المدارس اخذ عليك من اقوى المدارس اخذ عليك من اقوى المدارس سيمان لو الكلام ده حصل في الاخر بتاع كده نيجي نقرا بس ايش بس هناك بقى صفحه كده ممكن وايه بقى اهو 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 شو تساوي يا جماعه؟ تساوي ايه؟ يعني انا كنت ده الطه وده الطه وده سيب وده الطه بتنطر ايه؟ بقفل الاخر هو لما تقفله الكلام ده يتريق شد بتاعك يتريق وشد بتاعك طب ده يمكن يخلي عنده امه دم راح صار له امه بس ايه هيبان فهمت انه بيحصل في القرايه عند الفشل اللي بتبني نادي يا جدع هتلعبي فين؟ في الاخر طب اللي انت قفلتيه النمر انت بعته يضربه ايه؟ في الثاني ويشد بتاعك طب واللي يمكن يكون بيجراله ايه ممكن يسرقوا ايه حاجه ايه اللي بقى جروس بوث كيبي ار سيمتريكالي سيمتريك يا معلم يعني هلعب بوث واسيب التاني ده سيمتريكالي سيمتريكالي كونتراكشن مصارحه مصارحه جراب جرانولارلي ايه؟ احنا قلنا عشان اللي هيجربوا طب اقطعوا بقى كده وريني الكورتكس سيم مش باين الفرق بين الكورتكس هو ده نورمالي اللي هو بنقول دي كورتكس ودين بقى لا الكورتكس سيم والتلاين واخد من الكورتكس اللي بيطلع في عمل النص والديمارفيشن من الكورتكس ايه اللي اتغير معاك الاخت والاثنين والسمول اكتر واكتر واكتر رجل أن أكون أم بمعنى مرنة
ما لقنا انت ليش واحد قمر 94 بس يقول لي فاضل غير 6% يجي في السن الصغير جريت يعني بتطلع فاطمس انا ساعات بيجي انا بتاعت ملكنا ولم يجي في السن الصغير انا شماله والقرب يقول مني ما قالش يا الله وزيرك بيقول لي بقى الضرب ليش 280 نفسي اشوف فيلم سبيكر مرمون يقرر ريليس 280 180 بلا بريشر ده ما يتقاسش غير في الكور فعلاق ميمون هو حاطط بقى في بريشر بقى يعني انا 180 هو صاحي صباح الكار غلطان في الارقام بس هنتفق اللي انا قلت لكم اكتبوها ان الملكنم بهايبر تنشن له اعراض يقول تعالى امحى انا عندي ملكنم طبعا ملكنم للهايبر تنشن في ثلاث حاجات دول بطولونيك على فكره هم مش هيحصلوا هم بطولونيك لما يبقوا ثلاثه مع بعض صداعي ربنا يا رب مالك وتقول مين هايبر تنسيف انتو كالوجرافي من جذور الرقبه كده ومحشر عينيا عينيا من عينيا للبال للبال قدام عيني وكليني فوق كده مش عارف اشوف حاجه الدنيا مزغلله وفيها نقط سودا طبعا تحليل الكل ده بقى عندي يعملوا يعني هتلاقي قلب من وهيماتوريا ليه؟ حاجات دي ليه؟ اصبر عليك شويه وهقول لك حاجه قول لي بقى السمول ارتري ارتريوت اخبارهم ايه؟ الم ورده القلب تاخد الم ورد عليه الم فايبرينومي نيكروز الم ايه؟ ازاي بقى؟ يبقى الكولاجين فايبر يتحول الى فايبرين والسموس مصر اللي حواليه تموت عشان يبقى نيكروبس يبات طيب لما نيكروبس فين؟ في المدي اكس حاجه في الارض ويبتدي بالك عرض حته القطه عرض القطه اسحب عليك وشد اخد من الفلويد من بلازما واقربه على ايه؟ على ضرب يا حاج طب ولما قرب الفليب تتريق اما قرب الفليب ده على ضغطه تعالى ارفع يا تاني ايضا تنسيب انت بلوتي جاي في ايديما في الفليب فاهم ولا لا؟ تعالى تشخصي وتعمل ايديما في الفليب ده صداع رهيب خد بالك الجدار بقى تعبان قوي يعني فاهم جدا هامش يبقى الهيمورج والإديمة بتاعت البريد عملت إيه؟ فرد عليا يا فندم، رد عليا عملت ارتفاع في ضغط المخ وعملت صداع عالي طب وفي العين عملت حاجة الإيدين عملت بابين الإديمة وخلت طب وليه عملت ديكية الهيمورج وخلت البدن قدام عينيا وليه يا عمالي؟ طب والبول وعملت ولا وقت البروتين هذا تشخص وهذا ما وفي دم فهمت الاعراض دي جايه منين؟ الجدار عمال يشخص قوي او يتعور ويجيب دم يعني حد يروح اروح اروح اندوسيريوس يعني يعني اعمل بروليفريشن والاندوسيريال قفلت جبت نور دكتور انت قتلته مش احسن ما يعمل هيموريج يعمل حاجه يعني الاونيا سكيلي يعني بصله واخدها بالعرض كده بدل ما ورا ما ورا انه سيريوس او اونيا سكيلي يعني مفيش حاجه بدور مهم لان ارثرايتس فوق بيتنا فاهمين ولا تعالوا لي اخبار الكدني ايه؟ اخبار الكدني ايه؟ اخبار الكدني مش هتسأل طبعا عايز اخبار عايز
نزود بقى الشرح شوية ولكن مش حاجة اسمها بقى الشرح شوية حاجة اسمها يعني في شرح بقى بقى 3 سنين عندنا وعندنا دي فترة طبعا فيها مهمة يا تمشي انت اللي تمشي هو اللي يمشي مش هنمشي هو اللي يمشي فاكرين؟ مش هيمشي مش هنمشي هو اللي يمشي يا اما تيجي وتمشي يا اما تاخدك معاه أكتاس أكتاس الجمال يطلع أنا ان الجروث سمتات لغايه الكابيلر اللي جوه الفاليولاي معاها نيكروجين. طب والهارت؟ مال الهارت؟ يا حاجه يا عاجل او مش عاجل او مش عاجل مش بريشر يعمل ايه؟ يعمل ايه فلتر يعمل 3 4 ايام تعمل ايه فلتر في الهارت؟ مش تبقى حلوه؟ لا يا عم كده مش ايه كده مش عاجل مش قانين انا معاك عشان اعمل هيبرتر وفي ناس بتقعد لك على 6 7 12 انا مش هعمل 6 7 12 مش لاقي حاجه في الخط مش لاقي حاجه قول لي بقى عايز اروح اروح اللي يفضلوا الديسك ولا كويس بس اكتر مره ايه يفضلوا الديسك ايه يفضلوا الديسك بتاع الجرايم بتاع النهار بص بص بايدي بص بايدي قارن ماشي برين كده طيب وفي البرين عمل يبقى كده برين قارن ايه بقى راجع الورق ويقرا معاك هارت 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 ده السيم في الناس تسالني مش كلمه بقى انا هارت فين يا ابني انا هشتري هارت جديد 45 45 91 والبرين في البرين انا في البرين انا مع الضغط مع الاسس في الرون الشام الرابطه المهم يعني مش مهم يعني هي مش في البرين وخصوصا السن ده مع ايه؟ مع عدس في الوضع يا اما كده فاكر حاجه فاكر حاجه واحد يقول لي والله العظيم انا فاكر فاكر الكدني اول حاجه الكدني الريزيرف بتاع حاجه انما لو تحت الريزيرف بتاع حاجه طبعا الكدني ما لعبتش في الغلط طب اعملوا كده ويبقى كده هنا واحد وكده هنا اثنين طيب كده ثلاثة طيب طول اخر حاجة شغال في الدم شغال في الدم الان يعني شفت دي مرتين انا تعالى عارف اكلمك على مدى كام سنة حاجة بتاعت 40 سنة ساعة ما كنت بدأت سنة ثالثة في مرتين يبقى ده فرز التالي طبعا تعريف الالجوريزم الجزء اللي هو فرز ده في الارض والارض ده انا قلت للمحمد اقرا الطريقه بس ما حدش يعرف يقراها وقلت له بصلها عن كده شويه طب اكتب الارض غلط هي في الارض في الارض ويعني ايه فرو ويعني ايه فرو طروح الجزء بتاع الانوريزم من الارض كل اعضاء والفرس لا الفرس بقى انا هبتدي بالفرس لانكم تنسوه يعني ايه فرس الجزء مش معمول هنا كده بتاع الارض كمان معمول هنا انتوا بتدينوا صحابك اقول لك انا هقول لك جميله تعملوا زي الفرس انزي هناك شوية هات الدبوس إبرة وحط الدبوس الإبرة اتفرمها أرضي بس ما تجيبش سكينة لو جبت سكينة هتموتيها في طريق لك لو جبت سكينة يحصل نزيف جامد من الأرض يتموت وتموت في إيدك وتيجي البلد ده دبوس إبرة يعني كان سمول بريكوشن هتبتدي بقى بأرضي يعني كل ده أديبه organization fibrosis ها fibrosis عالي ده ما يخش فيها يعني بالسيلين organize المجموعة وكبرت المجموعة وكبرت بالسيلين
الفرق بين الهيماتوما اللي هتطلعها فايبروبلاست ومن خلال الاحلام. طب هو الثاني نفس الدبوس كل قطر ماشي جنبه فين؟ واحد هنا هم الهيماتوما هتعمل بين مين ومين؟ وعملين لها قطراتين دخل الدم بقى خليه يفتح منين لفين؟ ده بعيد من القطر للبيت معاك ويعمل انيوريزم في البيت هيبقى مبرز كافه ودي الفيسكي بقى هيبقى القطر ياخد الفرص فرص ليه؟ يعني تظهر انت عملت المتكون من الاداره بتاعتها مش من الورد بتاعتها المال الطرق لا معمول من الورد بتاع القطر معايا مش هشرح لكم حاجه هي الوحيده انا عارف الوحيد اللي هي ديسكتنج الانيوريزم. طب يا ريت تفهمها الاول يا ريت تفهمها الاول ويا ريت اللي نام يسمع وبعد كده هيجي دي ايه؟ دي امتى؟ طب ودي ايه الادمنتيشن؟ طب ودول الايميل؟ ايه في الميديا؟ حاجه اسمها بطه بضوري عارفين بطه بضوري؟ يعني ايه ديسكتنج الانيوريزم؟ يعني البطل بدوره مع طرشة لو غلافة طرشة يبتدي الدم يخر فلما يبتدي الدم يخر يبتدي يعمل ايه؟ ديسكتنج بيتكون من ايه؟ من الدم هنا وايه جوه؟ الانتما بشوية ميديا وايه من بره الانتيشيا وما تبقى من الميديا ويخر ويطلع ويخر ويطلع فهمت يعني ايه السكن؟ انا اسال سؤال ايه اللي خلى الكورونا ده يراب الشرع؟ وان انت خلقت ربنا ازاي؟ ان مفيش مال طب ما في ايه؟ يكسوني مهمليه بابا قال لي عندي المال السجون ده مخلوق خلقت ربنا كده جيناتي اللي موجود هنا مكسور التصريح فما فيش صبور فالكورونا ايه؟ بك اتعور وراح عامل ايه؟ هذا السجن عندكش حاجه ثانيه عند الهايبر تنشن عمل ايه الهايبر تنشن؟ بين هذا الغرض بدوره فحصل سيبير اطول في الميديا فالدم اللي اللي هو اليوم هو اللي دخل وعمل يبقى مين البشرة يا اما بشرة مين البشرة لضعف الميديا يوتو من سوية يا اما الدم اللي داخل مات فمعر يكون فمعر فمعر لا بس تستخدم يعني ولا ما يجيب غير ما يجيب غير تلقاوه ده عمل الحق يعني مفيش غير سموك ارض يبقى مسحت يبقى هيجي في الاول طب يلا ما نقراش السكتنج انيوريزم اسمه ده شو هو بيهرب حشيش بيقول لك كومن في الاورطه ماشي هنقوله كومن هو لا يحدث الا في الاورطه بس خلي بالك انا ماليش دعوه هو طبعا جيناتيك فاكتور مفيش منه بدل ما يمصر وبيلاستيك بقى معانا ليه والبابا بدور عمل نفس الطب مع كل ده نارو روح بابا بدور يعمل هايبوكسيا خلي الدم يروح من اليومين يروح للمدى ويعمل هذا السكشن مر من الألم لا هو ستاكيولا ولا هو فيزيكو لا هاز اتس اون بروستا كبيرة حتة مقلولة في الأرض ليها دار من جوه كل ده مهمة اللي من جوه الأنت بقى شوية مت واللي من بره لازم يمكن شوية مت يعني ممكن أقول قريتين أقول له يا ريت تجيب لنا الدم بتاعك ممكن اقول بره يخرب بيتنا يخرب بيتك ودي اكتر حاجه في السكن الانوريزم يعني انك
اللي فاضل ضعيف قوي ممكن يعمل جامد. طب والإفكت بتاع الياكل خد مكانه بقى في حد مكانه في البريكاريا خد يكتب مكانه في البلورة في مصارف في الأبن هي مش في الأبن. وإذا أخطر ما يكون أخطر ما يكون أخطر ما يكون للتسكين بأمريكا يقول هنا الشكل الخاص لو كان بني الأشكال الأمريكا وعلى الأعرف نوم اثنين يوزي كورن وسكين ضد إليهم التسكين يعني ليه شكل واحد ليه شكل واحد لا هي أنواع الصورة من الكونجينيتال أو بيري سيرفر وبيري هذا السكيلوم السلوس على فكرة تيجي في الأورطة تيجي في السمول أرض ما مفهومة في الأورطة ويبتدي من تحت من تحت وغالبا في يوزي فوق سيبك من الكومبليكيشن دلوقتي وليه السيفاليتك من السيفاليتك يبتدي من فوق يبتدي من الأسيندينج وياخد الأرض ويدور وغالبا لأن ساكلة إيه اللي كانت الكومبليكيشن بتاعهم عمل اثنين؟ جوه صرماس كنترول جوه صرماس كنترول وممكن يعمل ناس يعمل اوبريشن وممكن لو اكثر يعمل ايه؟ دي سيتنج انوريزم ناس مايكروب يعني ايه مايكروب؟ يعني انوريزم بمواصفات معينه تلسكوب اخري بسبب كتير ممكن يبقى ايه وايه؟ يبقى واحد ممكن يبقى كتير واحد انت لو فلاح كان فايد غني من جنب السور يعني ارضي معدي في كرونيك انفلاميشن ولا كان بقى تي بي او كان كرونيك ابسس كان ما يكون كان ايه طب انت يبقى مرتي فوق صح في البكتيريا انت بس تسعيدها ليس عيدها والانوريزم بتاع كل الارثرايتس طيب كده بتخلص اسئله الفرد الاول والثاني هل في احتمال لسؤال فرد ثالث والله انا يعني كذا مره اقول للعيال ما يجيش البريكاردايتس مكتوب حلو قوي 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 البريكاردايتس مكتوب حلو قوي وقلت بقى من الطبيب وهجيب سؤال محدش جاي بسؤالات خلاص ما انا الطبيب يمكن يكون عشان عبيط يمكن يكون عشان عبيط يعني بلاش الدكتورة قوي ممكن يكون عشان طبيب وعبيط طبيب ولا يعني في اسئله تانية تتوقعها الدكتور في الفرق الوسط والله بصوا يعني ايه اللي احنا قلناه ده عايزين مرة واثنين وثلاثة وما تزعلش انك قريت كويس وتسيب الاول انت بتقرا ما تنساهوش تبقى بتقرا حاجة تانية غير الفطر بصير يومين خلاص فطر نوماني فطر يومين طيب اعمل ايه؟ اول مرة اقرا كويس وثبت كويس وثاني مرة ما تقراش ولا اعمل احسان معاك ان شاء الله ربي اللي سمعت ده يبقى النص والنص نسيب ثبت على النص اللي نسيب طب وثالث مره في السنه اللي انت نازل ربع ثبت على ربع يا ريت بقى لو على ربع تسميع مش ربع اصل انا لو قريت ممكن اقرا 100 مره ولا سبعين يعني انت قرا حاجه 100 مره ولا سبعين